الله الرحمن الرحيم. شكرا للحضور الكريم، الصحافة وكل متعاطي في الحزب المغربي الحر. بعد أن تلقينا من وزارة الشباب والثقافة والتواصل قرار جائرا يمنع الحزب المغربي الحر من عقد لقاء تواصلي بقاعة المركز الثقافي بمدينة تطوان يوم 1 نوفمبر، ونظرا لخطورة ما وقع في حقنا وتأثيره على الحياة السياسية والمشهد الحزبي والعمل الديمقراطي الجاد، قررنا القيام بندوة صحفية اليوم باش غنفرشوا كل شيء من الاضطهادات اللي وقع علينا من النهار اللي قررنا نتحملوا المسؤولية معية كل مكونات الحزب وعلى رأسهم السيد الأمين العام. اليوم غنقول لكم سواء بالمضايقات ولا الحصار، نحن مستمرون. المضايقات اللي ما كتقومش بها الدولة ولا الأجهزة ديالها، وإنما كتقوم بها أحزاب سياسية منافسة، وحنايا صابرين وساكسين كنقولوا معليش خصنا نشعو ونشعو هاد التجربة الاستثنائية، لكن معاول الهدم مستمرة وما بغاتش توقف، وعينا ساكسين. صاحب المنع هو نفسه اللي خاد لنا المقعد ديالنا ديال الأمين العام، اللي مشى لنا في ظروف غامضة، وباقي هاد السيد تابعنا. بركة بركة من الاستهداف ديال المناضلين والاستهداف ديال الحزب المغربي الحر والتضييق علينا. والآن غادي نمرر الكلمة للسيد الأمين العام. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكافة المنابر الإعلامية التي حضرت اليوم لتغطية هذه الندوة الصحفية اللي للأسف جات في ظروف لم نكن ننتظرها. اليوم سمحوا لي أنني نرجع لأن فاض السيل الزباء، ولأنه هذه مدة وحنا ساكتين على العصال اللي كاين ناكلوه من نهار اللي تولينا المسؤولية. هذه مدة وحنا كناكلو العصا وما عرفناش السبب ديال هاد العصا، وما عرفناش السبب ديال هاد المضايقات، رغم أننا مجموعة من الشباب آمنات بأنها خصها دير تجربة سياسية استثنائية، آمنات بضرورة تشبيب المشهد السياسي، وتحملنا المسؤولية منذ المؤتمر الاستثنائي اللي درناه في يناير 2021، ومن ذاك العهد لم تتوقف معاول الهدم على هذه التجربة الشبابية. هذه المعاول اللي جات من جوج أحزاب أساسية، حزب البان اللي باقي ما نسى كيفاش انتصرنا عليه في معركة التحكم، وكيفاش استطعنا ننتصروا على إلياس العماري، وقدر أننا نثبتوا للمغاربة أن ذاك الرجل كان غادي بالبلاد المجهول وهو اليوم هربان في إسبانيا. كيفاش انتصرنا عليه؟ اليوم هذا الحزب لا زال يمارس انتقاماته على الحزب المغربي الحر وعلى هذه التجربة. حزب التجمع الوطني الأحرار باقي ما بغاو ينساو على أننا كنا الأوائل اللي خرجنا تقرير الفساد اللي كاين في قطاع المحروقات، وعلى أن لجنة حماية المال العام كانت هي الأولى اللي فتحت تقارير الفساد اللي وقع في برنامج المغرب الأخضر واللي هو سببنا اليوم في المجاعة التي يعيشها المغاربة. حزب التجمع الوطني الأحرار لم ينسى على أننا كنا الحزب الأول الذي رفع شعار لا للبلوكاج السياسي اللي داروا في تجربة الحكومة الفارطة، والذي كان سبباً في العديد من النقوصات في المشهد الديمقراطي المغربي. هاد الحزبين هادو اليوم من نهار اللي تولى الحزب المغربي الحر وهاد التجربة الشبابية المسؤولية، وهو خدام في سعيه إلى تعديم وتحطيم هاد التجربة. بدأت أولاً في شراء المرشحين الحزب المغربي الحر، بدأت ثانياً في عرقلة أن هذا الحزب يعرف واحد الاستقرار سياسي
خلقوا لنا واحد المجموعه ديال البلبله داخليه ولجان صحيحيه مشريه بالمال باش يوقفوا المسيره على ان الحزب يوصل الى تغطيه حقيقيه تمكنه من الحصول على الدعم العمومي باش يستمر في الحياه. تصوروا الاخوان اليوم غادي نفرشوا كل شيء على انه من نهار اللي تولينا مسؤوليه وكان الحزب المغربي الحر بسبب المكسب الفارق في الرتبة صفر في آخر ترتيب في الأحزاب السياسية وممنوع من الدعم العمومي لأنه لا يترشح للانتخابات، تم فين تم استدعاء مجموعة من المناضلين ديال الحزب من طرف مقربين من عزيز أخ النوش باش على أنهم يديروا لجنات صحيحية وتبقى واحد الفترة ديال عدم استقرار في الحزب اللي غادي تمنع المرشحين باش أنهم يطلبوا تزكية الحزب المغربي الحر. من هذاك العهد ونحن نعيش حصار حقيقي في هذا الحزب علما انه تجربه غير مسبوقه في الحياه السياسيه. تجربه ديال واحد المجموعه ديال الشباب من ابناء الطبقه المتوسطه امنات بدعوات جلاله الملك الى تشبيب المجال السياسي وجات تمارس السياسه بحسن نيه، ما عندها صراعات مع مؤسسات، ما عندها احقاد على شخصيات سياسية ولا أحقاد قديمة، جات بكل روح وطنية باستثمار السياسة لتفاجأ بأن هناك حزبين يحتكران المشهد السياسي لم يتوقفا نهائيا على محاولة تهديم هذه التجربة في المهد ديالها. الحصار استمر، منعنا من الدوزيام اللي هي قناة عمومية حنا ممنوعين منها، منعنا من أننا نحضروا في برامج وحقنا في ميدي آن، ممنوعين من لاماب، ممنوعين من واحد المجموعة ديال المؤسسات الإعلامية على أننا تعطينا حقنا وفقا للقانون وفقا للدستور اللي كيضمن الاختلاف وكيضمن للمعارضة الحق ديالها باش تعبر على نفسها. ولكن رغم ذلك استطعنا بالصمود ديال المناضلات والمناضلين على أننا نتجاوزوا كل هذه العراقيل وعلى أننا نتجاوزوا الشروط اللي كانت وضعها الخزينة العامة ووزارة الداخلية باش توصل الحزب الدعم ديالو العمومي، واستطعنا أننا نديروا التغطية اللي كيفرضها القانون رغم العراقيل رغم التشويش، وقدرنا على أننا نسويو وضعية الديون المتراكبة اللي تسبب فيها المكسب السياسي السابق، وطلعنا من المرتبة الأخيرة في ترتيب الأحزاب السياسية إلى المرتبة رقم 16. وهاد 16 ديال الأحزاب هي اللي اليوم كتوصل بدعم عمومي أقله 75 مليون سنويا. حنا ملي شدينا 75 مليون قلنا اليوم المفروض على الأحزاب السياسية أنها تصرفها فيما يليق وخدمة المواطن وتصرفها في إطار القانون وتصرفها باش تقوم بالأدوار ديالها، ماشي باش الزعماء يشريوا الطوموبيلات جداد. وانتم كتشوفوا الأحزاب السياسية الأخرى هاد 16 اللي توصلت بالملايير أقلها 75 مليون، واش كيبان لكم شي حزب سياسي كيدير شي نشاط معين ولا عنده شي حضور؟ إذا السؤال الكبير، نحن نحارب لأننا أحرجنا مجموعة من الأحزاب السياسية اللي كتصرط المال العام وما كدير حتى نشاط وما كدير حتى موقف. ثاني السؤال اللي خص المجلس الأعلى للحسابات يتساءل، هاد الفلوس اش كيدار بها؟ قررنا على أننا نقوموا بالدور ديالنا في المعارضة المسؤولة كاملا، ومنذ اليوم الأول اللي تعينت فيه الحكومة كنا السباقين من طرف المناضلات والمناضلين باش نعلنوا ونخرجوا بهاشتاك ارحل اللي كان الحزب المغربي الحر هو اللي تولاه هو اللي تبناه. وصلنا للطوندونز وعبئنا المواطنين والمواطنات على مواقع التواصل الاجتماعي باش انهم ينجحوا هذا الهاشتاك لانه كان تعبير حقيقي لما يعانيه المواطن المغربي من هذه الحكومه. ومن بعد هذه المرحلة ديال الهاشتاج، وخا السي بن كيران ما عجبوش الهاشتاج
وخا مجموعة من القوى ما عجبهاش الهاشتاج، ولكن حنا قلناها بوجه أحمر، الهاشتاج حنا مواليه وحنا اللي درناه وحنا اللي كنتحملوا المسؤولية فيه كاملة. المرحلة الثانية في المسيرة ديال النضال ديال سنة ديال الحزب هي أننا قررنا نخرجوا من الفيسبوك للواقع، وفعلا درنا لجنة تحضيرية بشراكة ديال القياديين في الحزب وديال مجموعة من الفعاليات على مواقع التواصل الاجتماعي، ودرنا ندوة في بداية شهر أكتوبر في نادي المحانون حضروها غالبية المنابر الإعلامية باش نعلنوا على أننا خرجنا من مواقع التواصل وأن مطلب رحيل أخ النوش غادي نخرجوه للواقع. وداكشي اللي كان قررت اللجنة التحضيرية اللي كانت فيها الحزب المغربي الحر ومجموعة من الفعاليات ورواد التواصل الاجتماعي، وقررنا على أننا نديروا نشاط لقاء وطني للمطالبة بتخفيض الأسعار ومعارضة السياسات الحكومية بقاعة دار الثقافة بتطوان. هذه القاعة هذه اللي هي تحت الوصاية ديال وزارة الثقافة والوصاية ديال الوزير مهدي بن سعيد، لأن احنا كنعتبروا أن دور الثقافة هي المكان الوحيد اللي يمكن له يحتضن. فهذا الشيء اللي قالوا هذا المندوب الإقليمي وقال لك باللي اتصلوا به طالبي العالمي وكيقول له ما قال له خصك توقف داك النشاط. الوكيل العام بمدينة تطوان قال لنا سرقوا لنا الفلوس، هذا تصرف ديال المافيات. قالوا لنا كري القاعة كريناها، ها هو الوصل، عطيناه ديال المال العام من أموال الحزب وداو لنا الفلوس وقال لنا ما كنعرفوكمش. واش هذا تصرف ديال دولة الحق والقانون؟ توصيل ها هو، ها هو التوصيل، خلصناه. الحزب المغربي الحر أدى 1000 درهم لكراء القاعة. واش هذا تصرف ديال دولة الحق والقانون وديال حكومة تحترم نفسها أنه ياخذوا فلوس ديال الحزب وفلوس ديال المال العام ويقولوا لنا ما كنعرفوكمش؟ من غير هاد الفلوس ديال كراء القاعة الحزب تكبد خسائر، كراء الحافلات، كراء شركة ديال النقل التلفازي، ويقولوا لنا ما كنعرفوكمش بجرة قلم. إذا الوكيل العام خصو يفتح تحقيق هاد الأموال اللي تنهبات وتنصب على الحزب المغربي الحر. أخيرا إقالة المندوب الإقليمي لدار الثقافة بمدينة تطوان وإحالته على التحقيق، لأن داك الشيء الكلام اللي تفوه به وما باغيش يجبدوا التسجيلات الصوتية، ولكن غيجي الوقت فين غادي يجبدوه. النظام العام قالوا لي الجهات ترهيب المراجعة ديال الضرائب، هذاك الشيء اللي تقال خطير وخطير جدا في دولة عندها دستور كيحمي الحقوق والحريات. ما تعرضنا له من ترهيب وتخويف المناضلين أمر أصبح لا يرى. دابا ملي قلنا هاد الحقائق وزراء حكومة عزيز أخ النوش بغاو يجاوبوا، بغاو يحنيوا راسهم بحال النعامة، يحنيوا راسهم بحال النعامة، ولكن رسالتي لهم أننا سنظل مواصلين في النضالات ديالنا للمطالبة برحيل عزيز أخ النوش حتى يرحل. رسالة ثانية، الحزب المغربي الحر ما عنده حتى إشكال لا مع المؤسسات الأمنية ولا مع رجالات السلطة المحلية، وأن محاولات الإيقاع ديال الحزب مع هذه المؤسسات ستفشل. علاش؟ لأن هذوك حتى هما موظفين يقومون بعمل شريف حماية لأمن واستقرار هذا البلد، ويكتوون من السياسات الحكومية بحال اللي كنكتاو حنا. حتى هما ملي كيمشيو للمرجان دابا ما كيلقاوش الحليب، الحليب ما بقاش كاين في المغرب، لانه هو نتاج ديال سياسه فلاحيه ديال المغرب الاخضر اللي هدمات الجينات ديال البقر ديال المغاربه وجابت بقر مستوردين.
كيستهلكوا اكثر وما كيصبروش على دورات الجفاف. اليوم الحليب مقطوع في المغرب، ويتحمل ذلك وزير الفلاحه السابق وزير الفلاحه الحالي عزيز اخ. لهذا احنا ما عندنا حتى مشكل لا مع المؤسسه الامنيه ولا مع رجال السلطه، احنا عندنا مشكل واحد وخصم واحد، هو اللوبيات الاقتصاديه والشركات الكبرى التي تحتكر السوق المغربيه وكتنهب جيوب جميع المواطنات والمواطنين المغاربه. احنا ما غنطيحوش في الفخ ونحولوا المسار ديال النضال ونضيعوا الوقت كما ضيعوه احزاب اخرى. احنا الخصم ديالنا هم ناهبي الثروات المغربيه وعلى راسهم عزيز اخنوش وشركات المحروقات والشركات الاحتكاريه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.